أكيد أننا كاتحاد عمل نسائي كجمعية نسائية مستاءات ويعني غاضبات ويعني أصابتنا الصدمة من هذا الحكم، وليس فقط اتحاد عمل نسائي، كل يعني أطياف الحركة النسائية والحقوقية والمجتمع المدني بكل تجلياته. ربيع الكرم اليوم دعا لي هذه الوقفة من أجل التنديد بالحكم أول الذي صدر في حق طفلة، في حق المتهمين الذين اغتصبوا طفلة في سن 11 سنة، طفلة قاصر لم تصل بعد سن التمييز وتم التناوب عليها واغتصابها بشكل وحشي وبشكل يعني تقشعر له كل أبدان. هي جريمة بشعة وخطيرة، ولكن في المقابل نجد أن الحكم الذي صدر بخصوصها يعطي الاعتبار بشكل أكبر للظروف الاجتماعية للمغتصبين، ضدا على معاناة الطفلة وضدا على كل ما عانته جسديا جنسيا نفسيا، وكذلك ضدا على كل ما ركمناه من مكتسبات في المغرب. أكيد أن هذا الحكم يعطي رسائل قوية لكل لمجموعة من المغتصبين المحتملين، على أساس أن هذه الجرائم يتم التساهل معها أمام القضاء، وأنها غير معاقبة بعقوبات رادعة وسجرية ممكن أن تصد مثل هذه الاعتداءات. أن ما يمكن أن يعني ما يمكن أن يوزعه هذا الحكم من رسائل هي خطيرة، تؤدي إلى استمرار تمثلات الثقافية التي تبيح أجساد النساء والفتيات. أكيد أن الحكم يفترض فيه أن الظروف التي عاشتها هذه القاصر هي ظروف تشديد لفائدتها ضد المتهمين. بين المطالب ديالنا أكيد أن طالبنا في العديد من المرات وقدمنا مذكرات بيانات ندوات من أجل تغيير المنظومة القانونية، لأن مهما أنتجنا من استراتيجيات ومن خطط ومن بيانات ومن أعمال، فإن استمرار التمييز واستمرار العنف في القوانين الجنائية أكيد أننا سيؤدي إلى صدور أحكام مماثلة التي للحكم الذي صدر في قضية فتاة تيفلت. أكيد أن التمييز واستفادة الجونات من ظروف تخفيف بمقتضى الفصل 147 هو مكمن الداء، وحنا طالبنا في مرات عديدة كاتحاد عمل نسائي، كربيع تحالف الكرامة، كمجموعة من الجمعيات، طالبنا باستثناء جرائم العنف ضد النساء والفتيات واستثناء جرائم الاعتداءات الجنسية من مقتضيات المادة 147، لأن الجونات يجب أن يتم زجرهم وردعهم من أجل القضاء على مثل هذه الظواهر. لذلك نعتبر أن هذه الوقفة هي من أجل إسماع صوتنا لكل من يهمه الأمر، من أجل تصحيح المسار الذي أخذه الحكم الابتدائي في استئناف، وكذلك من أجل قيام باقي القطاعات المسؤولة على تغيير قانون جنائي تغيير جذري وشامل. لقد أرهقتنا التغييرات الجزئية والمتقطعة، وبالتالي اليوم احنا أمام مطلب ديال التغيير الشامل والجذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتواكب مغرب اليوم، مغرب ما بعد دستور 2011. نسائية يعني كتشتغل على كل ما يهم النساء. اليوم حنايا كتحالف ربيع الكرامة كنوقفوا في هذا يعني أمام محكمة الاستئناف باش ندوا بالحكم الجائر اللي كان في حق الطفلة اللي عندها 11 سنة واللي تم الاغتصاب ديالها من طرف ثلاثة ديال الجونات، والنتيجة ديال الحكم كانت هي سنتين و 18 شهر، والتعويض المالي كان هزيل جدا. إذا عن أية عدالة نتحدث في مغرب الذي نقول أنه مغرب العدالة؟ هاد الحدث هذا خصو يتعاد فيه النظر، وحنا كحركة نسائية وكتحالف ربيع الكرامة نرفض رفضا باتا هذا الحكم الجائر اللي يعني اللي دار بالنسبة لهاد الطفلة واللي يمكن يدار بجميع الطفلات. هاد الطفلة يعني من عادة القانون تيكون على أن الجرم خصو يكون من 10 سنوات إلى 20 سنة، بينما حنا كنشوفوا ظروف التخفيف كيفاش كان الحكم، كيفاش كانت مجريات الحكم على هاد الطفلة، هذا الجرم اللي دارت ضد هاد الطفلة الله أعلم. لذلك فنحن نرفض رفضا باتا هذا الحكم ونريد مراجعته بكل الوسائل المطلوبة ونندد بهذا الحكم الجائر. ممكن نعتبروا هذه الانطلاقة ديال القضية هذه كانطلاقة للتشرير وكاع القانون الجنائي بشكل أكيد. حنايا قبل ما يوقع الحدث كنا كنهدفوا أننا يعني يكون واحد التغيير في القانون الجنائي، لأن في واحد المجموعة ديال الثغرات اللي ما تتخدمش يعني الانتهاكات اللي تتوقع على المرأة، يعني سواء في الاغتصاب أو في الضرب أو في يعني جميع وسائل العنف. ولهذا حتى هذا يعني موقف ديالنا هنايا تنأكدوا فيه مرة ثانية على ضرورة إعادة النظر في القانون الجنائي وفي المسطرة الجنائية كذلك. فوزية ياسين من الجمعية الديمقراطية النساء المغرب، منسقة تحالف ربيع الكرامة اللي تشتغل على التشريعات الجنائية. وحنا
في الحقيقه الجمعيات انصاف اللي كتكفلات بهاد البنيته واللي جات عند هاد البنيته وحده من مكونات التحالف، وهذه عام وهي متبعه هاد البنيته. وحنا في الحقيقه عيطنا لهاد الجمعيه، طلقنا من قبل ملي علبنا بالحكم من عن طريق انصاف، درنا واحد الهاشتاغ على لي ريزو سوسيو، ومن بعد نادينا لهاد الوقفه للتضامن باش نعبروا على الغضب ديالنا، على الغضب وعلى الاستنكار ديالنا من هاد الحكم وعلى الحقره اللي حسينا بها كنساء وكمواطنين ومواطنات في هاد الحكم اللي صدر على هاد البنيته اللي تغتصبات مده شهور، عده شهور، من ثلاثه الاشخاص بالغين واللي بصفه متكرره ونتج على الاغتصاب حمل وتزاد طفل اللي غادي يعيش كل حياته بلا هويه بلا حتى حد ما معترف به، والبنيته اللي غتبقى هي وعائلتها هي والطفل ديالها عرضه لهذا المجتمع اللي ما كيرحمش في الحق والقوانين اللي ما كترحمش. ولعم في هذا الشيء كله كان تم الحكم بعامين الحبس نافذه سلمو فقط من الواحد، والاخرين الجوج اخرين تحكموا بعام ونص وست شهور، عام ونص نافذه وست شهور موقوفه التنفيذ. هذا الظلم، هذا الحكم جانا جائر في الحقيقه، جانا على هذه البنيته اللي صغيره. وفينا هو فينا هو التكفل؟ شكون اللي غيتكفل بهذه البنيته؟ فينا هي المتابعه النفسيه على ديك الاضرار النفسيه؟ لان الاغتصاب والعنف اللي كان بالتهديد بالسلاح الابيض، كانت تهديدات من رجال بالغين، وهاد البنيته اللي في هاد واحد الحاله نفسيه يرثى لها، شكون اللي غادي يتكفل بها؟ علاش الدوله ما تكفلش بها؟ علاش القانون 133 ما فيهش العنايه الواجبه للدوله؟ كون كانت اللي طالبنا بها، ليكون راه الدوله كانت ملزمه باش تاخذ هاد البنيته وتكفل بها، وباش دير لها المساعده القضائيه، وباش هاد البنيته ما استفدتش حتى من المساعده القضائيه. المحامي والجمعيات اللي كيشوفوا محامي اللي يخدم معاه، الجونات استفدوا من الظالمين والمتعدين استفدوا من المساعده القضائيه. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.